بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي مدرسة بلوريز، معكم الشيخ صالح. نستكمل مع بعضنا منهج الصف الأول الإعدادي من سورة ياسين. طبعا كان عندنا في الترم الثاني، احنا ماشيين مع منهج المدرسة، كان عندنا في الترم الثاني من الأول: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، آية رقم 55، إلى قوله تعالى نهاية السورة في الآية 83: كل شيء وإليه ترجعون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. النهاردة هنستكمل حصة الحفظ في القرآن الكريم، وهي آخر حصة في المنهج، من أول قول الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، إلى نهاية السورة: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هنقرأ من أول قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. مع بعضنا الأول قبل ما ندخل في القراءة، وطبعا منهجنا في القراءة معروف، إن أنا هقرأ وتسمعوني، وبعد كده هقرأ وأديكم فرصة تقرأوا ورايا، وبعد كده هنقرأ مع بعضنا كل آية 3 مرات، بحيث إن احنا نحفظها حفظ جيد. أهم حاجة إن احنا عندما نسمع القرآن الكريم لابد أن نتأدب بآداب القرآن الكريم، نخشع، يكون معانا أدوات العلم الثلاثة اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم، اللي هم السمع والبصر والقلب. فأما السمع فتسمع، وأما البصر فتنظر به إلى المصحف الشريف، وأما القلب فيكون خاشعا لله سبحانه وتعالى حتى يتأتى نور القرآن في قلبك. لأن نور القرآن لما يجي في قلبك، خلاص على كده تقدر ان انت تحفظ القرآن الكريم. لكن لو القلب لاهي لن تستطيع ان تحفظ القرآن الكريم. ده اهم شيء. طبعا لابد ان نكون على وضوء، لازم نكون على وضوء، نظيفي الملبس والبدن، وان احنا قبل ما نقرأ القرآن الكريم نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونبسمل مع الشيخ. دي بعض الآداب البسيطة اللي لابد ان احنا نلتزم بها اثناء قراءتنا للقران الكريم، حتى يتاتى في قلوبنا حفظ القران الكريم. لان الله سبحانه وتعالى قال: وانه لكتاب كريم لا يمسه الا المطهرون. دلوقتي هنبتدي مع بعضينا قراءه القران الكريم. انا هقرا الاول وتسمعوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نقرأ من أول الآية 78، واضرب لنا مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. هكذا أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، نادرة قرأنا واستمعتموني،
طبعا عند القراءة لابد أن نراعي قراءة الشيخ، كيف يغن النون الساكنة، وكيف يطرق غنتها، وكيف يمد المد، زي ما احنا كنا بنعمل مع بعضنا وكنت بالشهدوني رأي العين مباشرة في المدرسة، وعارفين المواقف اللي احنا بنمد فيها المدود، زي كلمة أنشأها والأماكن التي نغن فيها النون الساكنة، زي أن يخلق وهكذا. والأصل في الحفظ أن تردد كما يردد الشيخ، والتكرار دائما وأبدا، أقول التكرار التكرار التكرار، كرر مع الشيخ، هتلاقي لسانك انضبط لوحده وبيقرأ القرآن بالسليقة وبالطبيعة وبالفطرة السليمة. يلا أنا هقرأ وأديكم مساحة تقرأوا ورايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هكذا أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، قرأنا وقرأتم ورايا. هيجي دلوقتي الدور على ان احنا نقرأ كل آية 3 مرات بسرعة مع بعضينا. يلا اقرأوا في صوتي في نفس الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. مرة كمان. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. 3 مرة.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. الآية رقم 79، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. مرة كمان. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثالث مرة. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الآية رقم 80، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أكد ثلاث مرات. آية رقم 81، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. مرة كمان. قسمنا الآية على نصين علشان الآية طويلة، علشان النفس. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ثالث مرة. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. الآية رقم 82، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنا رقم مرة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هنقرأ الآية كمان مرة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. آخر آية معانا في السورة. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اقرأها كمان مرة. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. مرة كمان معايا. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. طبعا قرأنا مع بعضينا، وأنا بطلب منكم أبنائي وبناتي، طبعا أنا عارف أن أنتم كنتوا بتحفظوا معايا وكنتوا بتسمعوا معايا ما شاء الله
يعني في طلبة كتيرة كانت بتقرأ معايا، محمد وعمار وكثير من الطلبة كانوا بيحفظوا معايا. أرجو إن أنتوا تسمعوا الفيديو وتكرروا معايا وتبعتوا لي القراءة بتاعتكم على صفحة المدرسة. لازم نحس بالتواصل بتاعكم معانا، وعايز أعرف قد إيه تعلمتوا من الفيديو التحفيظي دوت، وهل استفدتوا منه ولا لأ. لازم تبعتوا لي القراءة بتاعتكم. يعني إحنا بنتواصل مع بعضينا عن طريق صفحة المدرسة، تبعتوا لي على صفحة المدرسة وتبعتوا لي الفيديو علشان أسمعه. ويا سلام بقى لو كان هذه القراءة حفظا، يعني من غير مصحف، يبقى شيء طيب يعني. ولو كانت من المصحف برضو إن شاء الله بإذن الله تعالى هنقبلها. إن شاء الله ما ننساش آداب القرآن الكريم وآداب حفظ القرآن الكريم. أفضل أدب من آداب حفظ القرآن الكريم يا أبناء الطلبة قول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. وده خد ونبراس في أي شيء عاوز تتعلمه في حياتك. لو أنت حابب إن أنت تتعلم أي شيء، لابد أن تتقي الله، تحافظ على الصلاة، تحافظ على الصلاة في جماعة، أحافظ على قراءة القرآن القراءة التعبدية غير قراءة الحفظ. يعني أقرأ القرآن الكريم، تكون أخلاقي حسنة، تكون أخلاقي طيبة، طبعا بالإضافة للآداب الفعلية لحفظ القرآن الكريم، اللي هي نظافة الملبس ونظافة الثياب وهكذا وهكذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.